ال 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 الدوري الدوريات العربية رتبها لي بقى كده. بنتكلم على السعودية، السعودية سيبك من اللعيبة اللي جت وهتعمل انتعاشة كبيرة في الدوري، ولكن الدوري السعودي من زمان معنى احتراف موجودة في السعودية. كان أنا اشتغلت 2004 في السعودية في الدرجة الثانية وصعدت بفريق الحزم السعودي. في نظام في نظام هناك في الدولة، وفي تدعيمات طبعا مادية كويسة جدا، بس العقلية الاحترافية موجودة هناك من زمان، فهم ماشيين بشكل كويس جدا، ما عندهمش مجاملات خالص، عندهم انتظام في المسابقة، يعني لائحة بتطبق على الكبير والصغير. الحاجات دي اللي بتنجح. لكن احنا هنا مش هلوم اتحاد الكرة لوحدي، انا هلوم الأندية كمان. الأندية السبب في اللي احنا فيه، هي اللي وافقت تلعب بالشكل ده. يعني كان يعني ايه الشكل ده؟ اللي كان فيه مقترح لازم نعمل سنة استثنائية عشان نقدر نعدي ونمشي بانتظام. الأندية كلها وافقت، لا هنلعب 34 اسبوع وعايزين الشكل الدوري دوت، هتضغطوا. يمكن حضرت انا كان في اجتماع بتاع الأندية القرعة، وعمرو حسين طلع يتكلم في النقطة دي، قال لازم نغير الشكل مجموعتين، هي سنة واحدة بس عشان نشتري السنين اللي جاية كلها. الأندية كلها وافقت وموافقين نلعب مضغوطين، وبعد كده بيرجعوا يشتكوا، يعني الأندية اللي بتشتكي كمان، ويجيبوا اللوم على اتحاد الكورة. طبعا اتحاد الكورة كان لازم يبقى صارم وقرار قوي ان هعمل الدوري السنة دي كذا عشان السنين اللي جاية كلها تنتظم. لكن النهاردة حضرتك بتتكلمي على الضغط السنة الجاية، احنا كل سنة، سنة احنا كل سنة عندنا سنة صعبة، كل سنة وضغط ماتشات، اللعيب بيلعب كل 3 ايام في الانديه الكبيره، الدوري مضغوط، تاجيلات، معلش اصل عندي ماتش في افريقيا، عندي ماتش، هاجل لك يوم، هاجل لك اسبوع. فده السبب في الانديه واتحاد الكوره. تونس بقى حلت الموضوع ده ازاي؟ انها ابتدت تلعب دور واحد، تطلع الثمان فرق الاولانيين يلعبوا نظام، والسته التانيين ولا الباقيين يلعبوا على الهبوط، والثمانيه دول يلعبوا دورين عشان الماتشات، قللوا 4 اسابيع. انت كل ما تقللي كل ما بتفيدي اللعيب، لان انت السنه الجايه بقول لك في مشكله كبيره انت قلتيها يا رميس، لان عدد المباريات لا يمكن كل سنه هتلاقي المسابقات اللي هي بنلعب الكاس بتاع السنه اللي فاتت، بنلعب السوبر بتاع السنه اللي فاتت، فاللعيب هيهلك وما ينفعش. وانت داخل عندك استعدادات لامم افريقيا، استعدادات في 45 يوم في يعني انت داخل في الاول، الاهلي مش هيلعب اول 5 ماتشات كده من الاول، وعندك الكونفدراليه، وعندك في حاجه اسمها السوبر الافريقي، دي مسابقه جديده، بس ده غالبا مش هيبقى دوري، هيبقى زي كاس، يعني هتلعب 3 ماتشات بس في النهايه دي مباريات. فانت قبل المباراه دي بثلاث ايام ما بتلعبش ماتشات، فانت عندك الدوري بحسبتنا كده هيقف 75 يوم، فده دوري ايه ده؟ هو بص، هتبقى مريحه للعيبه مش الدوليين، ان هيراحوا فتره كبيره، ممكن الرابطه تتلعب في الوقت ده، ولكن اللعيبه اللي في منتخب مصر اللي هيفضلوا على طول بيلعبوا من انديتهم للمنتخب، دول اللي هيبقوا عندهم. ماذا ينقص الدوري المصري في رايك؟ لا كذا نقطه، يا ينقصوا جماهير، ينقصوا انتظام المسابقه، ينقصوا العداله التحكيميه على الجميع، ينقصوا تطبيق اللوائح على الجميع، تطبيق اللوائح على الكل. يعني نفسي بقى ننسى موضوع اللي هو اصل احنا بتليفون ولا بقعده عرب حلينا، يبقى نظام زي سواء اهلي او زمالك او الفرق الهابطه. ماذا ينقص الدوري المصري ياسر؟ سريعا كده جبنا مثال السعوديه، السعوديه قوت المسابقه، خلت المسابقه قويه، قبل البراندنج بتاع المسابقه، قبل ما تجيب لعيبه كبيره وتصرف فلوس، عملوا زي ما كنا بنقول، جابوا كل الخبراء اللي من بره، يعملوا نظام تحكيمي جيد، في مبدا العداله بيتطبق. فبالتالي كمان الاهلي سبق الانديه كلها بانه بعت خطاب انه من دلوقتي بيقول اتحاد الكوره اتمنى ان يكون في نظره ثانيه على مستوى التحكيم، مبدا العداله يمشي على الكل. في رهانين، رهان الاداري انه الرابطه وان جاءت متاخره والناس بتقول، لكن هم معترفين بده، بيقول لك احنا قطعنا 50% بس من شغلنا، بقى في كيان منفصل استاذ لميس مشغول بس بالدوري، يدي مساحه ومساحه للتنفس لاتحاد الكوره، يهتم بالمنتخبات ويشاور على مدربين كويسين زي ما شفنا اختيار ميكالي وفيتوريا. فده كله في الاتجاه الصحيح. هل مثلا من الاقتراحات ان نلعب دوري من مجموعه واحده؟ لا خلاص، يعني كده السنه الدوري الجاي. لا خلاص، هم عملوا دوري جاي عادي جدا زي شكله باللي هو ده، احنا هنخش الخلاط بجد، هنطول الموسم، هيطول قوي، يعني ممكن نخلص زي ما انت لسه عندنا الاولمبيكس كمان في شهر 6، والاولمبيكس ده اللي هو الفريق الاولمبي، وهتزود عليه بقى ثلاث لعيبه من ال... لا يعني ده هيلعب 71 ماتش استاذ رميس في موسم استثنائي، 71 مباراه، ده لعيبه حاطه غير ماتشات المنتخب، غير ماتشات الاهلي، غير ماتشات المنتخب. ما اللعيبه اللي هتشارك مع الاهلي في 71 هيشاركوا برضه في المنتخب،
المنتخب الاولمبي. ده انت حاسب كاس العالم انديه لو ان هو يوصل ده من غير كاس العالم انديه كمان؟ اه ده بس بالسوبر الافريقي ب 34 دوري بالكاس الحالي بالكاس ده لا ده شيء لا يمكن. مفيش لعيبه بتلعب كده يا جماعه لابد من نظره ثانيه. طبعا خلاص الدوري اتحطت المسابقه هتبتدي في شهر 9 السنه اللي بعدها نفكر في السنه اللي بعدها نعمل نظام. ومعانا معانا على الخط الكاس اللي فات والكاس اللي دلوقتي السوبر البطل الدوري والكاس بس احنا ممكن دلوقتي خلاص الموسم الجاي يبقى مزحوم لازم افكر في الموسم بعد كده انا بقول عشان اقدر اعمل مواسم جيده ومنتظمه ان شاء الله. شكرا كباتن كابتن حماده صدقي بابا سعيد دايما بوجود حضرتك. شكرا صديقنا تامر صقر. شكرا اسر حسين وبشكركم اعزائي المشاهدين.